بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. فيديو الحالي بعنوان فكرة رائعة للتخلص من مشكلة اللغة الإنجليزية. كتير مننا بيعاني من مشكلة اللغة الإنجليزية. الإنجليزي ده هو المشكلة الكبيرة في الدراسة. الإنجليزي ده لو كنت حبيته من زمان وأنا صغير كان يعني زماني حاجة تانية دلوقتي. فإحنا عاوزين نتخلص من مشكلة اللغة الإنجليزية دي. الفيديو الحالي ده مش بس للطلاب، مش بس للمرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية أو حتى يعني إخواتنا اللي هم في الكليات أو كده، بل يعني لكل الناس. اللغة الإنجليزية شيء مهم للغاية. هنتعلم ازاي نتخلص من الخوف من اللغة الإنجليزية، ازاي نحاول نستغل بعض المعلومات البسيطة او المهارات البسيطة في تكوين يعني ثقافة كده، اننا ان شاء الله نكون مميزين في اللغة الإنجليزية. كثيرا ما يصرح اولياء الامور والاباء، يعني الامهات والاباء وكده، بان اللغة الإنجليزية دي هي المشكلة الكبيرة. الاولاد بياخدوا الكلام ده ويحطوه يعني ثقافة عندهم إن الإنجليزي ده يعني شيء صعب. فإحنا في نقطتين عايزين ننبه عليهم هنا. الأولى إن طبعا ما نعملش كده، لازم الآباء والأمهات يعني يغرسوا في نفوس الأبناء إن يعني إنما العلم بالتعلم، فحاول تكون مميز، حاول تكون مميز في حياتك. دي رقم واحد. رقم اتنين، عاوزين مهارة معينة ازاي اتعلم انجليزي، ازاي اتخلص من المشكلة دي. ده اللي هنعرضه الان معانا في الفيديو ده. فيه مهارة هنتعلمها خلال الفيديو الحالي لو انت ركزت معايا كده. ماشي، شوف بنعمل ايه. فيه ورقة مسطرة، سطور ورقة كبيرة اهي، فلوسكاب كبيرة كده، وفيه سطور متقاربة مش بعيدة عن بعضها. ما عملتش انا الاربع سطور بتوع الانجليزي اللي هم السطرين متقاربين وسطرين بعيد عن بعض الاعلى والاسفل، ولكن هو سطر واحد، سطور زي العربي بالظبط، زي الكراسة العادية خالص، الكشكول العادي خالص. زي ما انت ملاحظ كده بنكتب، لو هو حرف واحد بنكتبه سطر، وبنعمل تقارب كده يعني 20 30 50 مرة مفيش مشكلة. لو كلمة بنكتبها 3 4 5 سطور. انا بانصح بخمس سطور، ولكن عشان وقت الفيديو عشان الكلام ده يعني فنعملها ثلاثة بس، هنمشي على ثلاث سطور. يعني ايه؟ يعني كلمة كان، كان انا، اي كان، انا استطيع، كان 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 كان. اقول لي يا استاذ يا مستر انا حفظتها من اول مرة، من اول سي اي ان، سهلة خالص، خلصت على كده. لا، اكتب وحاول وركز، وتاني ولا تتوقف إلى أن تنتهي من الخمس سطور بتوعهم اللي أنت محددهم لكلمة كان. وبعد كده تنتقل إلى الكلمة اللي بعدها، ريد، ار اي اي دي، ار اي اي دي، ار اي اي دي، ار، وهكذا. كم سطر؟ خمسة، خمسة على الأقل، والكلام ما يكونش بخط كبير، الكلمة كلها فوق السطر، ما تنزلش ولا حرف تحت السطر، الار والاي والاي والدي كلها فوق السطر، وكان كلها فوق السطر، واي كلها فوق، ما تنزلش حتة منه تحت السطر. وانت بتكتب بتقرأ ريد 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 ريد. انتهينا من كلمة ريد، اكتب انجلش. كلمة انجلش كلها فوق السطر، ما فيش غير دي هي اللي نازلة تحت السطر بس، وبعد كده كله فوق السطر. يبقى نكتب انجلش، انجلش كام؟ خمس سطور. انا بانصح بخمس سطور، كلام متقارب وبخط صغير، وما تسيبش ولا حته في السطر. ماشي، مش تكبر خطك ويعني اخلص السطرين بتوعي وخلاص، كانه يعني شيء ثقيل على النفس وهخلصه وانتهي. لا ابدا، اكتب بحب. اي كان ريد، اي كان ريد، اي كان ريد، مره واثنين وثلاثه. اكتبها ثلاث سطور تاني، وبعدين اكتب خمس سطور، خد بالك مش ثلاثة بس عشان وقت الفيديو مش عاوز أضيع يعني الثواني دي. English I can read English I can read English. طب أنا هكتب كام كلمة في اليوم، كام سطر في اليوم، كام ساعة في اليوم؟ حدد لنفسك على الأقل نصف ساعة، وبعدين تاخد بريك كده، وقت راحة 5 دقائق،
تريح فيهم، تتحرك في الأوضة، تبص من الشباك مثلا، تشم هوا كده، تتحرك، وبعدين كمان 30 دقيقة، كمان نص ساعة، ماشي؟ في ال 30 دقيقة مش هتكتب I can read English بس، لا، ده أنت شوف الكلمات اللي عندك، عندك مثلا إيه الألوان، اكتبها أيام الأسبوع، إيه الأعداد، أي شيء. المهم إن أنت لا تتوقف خلال الحصة اللي أنت محددها لنفسك، مفيش حد معاك، مش المستر معاك، مش بابا وماما، مفيش الكلام ده. حدد لنفسك كلمات واكتبها ال30 دقيقة بدون توقف. ركز معايا عشان لسه في معلومة مهمة للغاية هعرضها الآن. بعد ما تكتب I can read، I can read English، كل واحدة فيهم 3 سطور على الأقل أو 5، يعني لو أنت همتك عالية ولد شاطر، لو حسيت إن أنت لسه متلخبط فيهم ما بتكتبهمش بطلاقة، كمل اكتب، عيد من الأول تاني، اكتب كل الكلمات. حدد لنفسك كل يوم، لو أنت في ابتدائي مثلا، 10 20 كلمة كل يوم، 3 4 عبارات كده تكتبهم. لو انت في اعدادي يبقى المتوسط حوالي 40 كلمة في اليوم، 40 كلمة تكتبهم في خلال الحصتين اللي احنا حددناهم دول، هتكون منطلق للغاية، هتكون انسان ممتاز. في الثانوي لا اكتر، في يعني انت مستواك اعلى من كده، حدد وقت، ابدأ اظبط التايمر بتاع الموبايل اللي معاك او على الكمبيوتر، او بص في الساعة وحدد ال30 دقيقة بالتحديد، لا تتوقف مهما كانت الظروف خلال الحصة، لا تتوقف مهما كانت الظروف إلى أن تنتهي من الحصة دي. الإنجليزي، اللغة الإنجليزية يعني هو مفتاح التقدم. لو حاولت إن أنت تنظر كده إلى المستقبل، مفيش غير يعني كله على الإنترنت، كله تطبيقات وبرامج وأكواد، مثلا فيه تصميم، في برامج مونتاج، في فوتوشوب، فيه قواعد بيانات، داتابيس، SQL او اكسس، حتى الاشياء البسيطه دي كلها اكواد انجلش، كلها بالانجليزي، كل الكلمات انجليزي. لو انت مش مميز في الكلمات دي، لو انت حبيت تدرس برنامج من الاشياء دي في المستقبل او تطبيق، وده بالتاكيد بالتاكيد لازم تتعرض له في حياتك العمليه، فيعني انصحك ان انت تكتب انجليزي كتير بنفس الطريقه اللي عرضناها في الفيديو الان. وكمان هتكتشف بعد فتره بسيطه ان انت حبيت الانجليزي وحبيته، وهتكتشف ان خطك بيحلو، الخط هاند فري، الخط اللي انت بتكتب بيه ده خط اليد، يعني هتلاقي تكتشف كده بعد فتره ان هو بيتحسن، وان الكلمات اللي انت كتبتها رائعه، ويعني بقى شكلها جميل. كمان خد صورة كده للي انت كتبته وارفعه على جروب ملتقى معلمي مصر في الفيسبوك، ونتواصل كلنا. يعني اكتب كده ان دي كتابتك النهاردة، كتبت صفحة 2 3 بكلمات صغيرة مليت الصفحتين 3، هتكتشف ان انت الكلام ده يعني ثبت هنا ومش هيطلع من مخك تاني. وكمل واستمر وانطلق، والبداية نصف الطريق. النهاردة ابدأ على بركة الله، البداية نصف الطريق. ما تنساش تشترك في القناة، تضغط على زر جرس التنبيهات، شارك الفيديوهات دعما لنا ونشرا للفائدة. لو عندك استفسار اكتبه في التعليقات، ولو ما فيش استفسار اكتب لنا انت عملت ايه في المشروع ده، وإيه هي التجربة بتاعتك في النصيحة اللي بنقدمها في الفيديو الحالي. نأمل الخير ونرجو الرشاد، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق والرشاد. كنت معكم إبراهيم محمود مرسي، شكرا لمشاهدتكم الطيبة، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.